الله يعاونكم ولا يقدركم على الفول ديال ما يشتهيش يا رب العالمين. ما تحتاجوش شوما شهد العائلة الكريمة تاع العبد المهين هذا في الوادي بتجمع يعني تكوين خاصة من معدل إن شاء الله. تواجب علينا باش نطلوا ونتفقدوا يعني ابطال اللي صنعوا الثوره تاعنا. وحنا رانا في مازال في الاحتفالات نتاع الذكرى 67 تاع عيد اندلاع ثوره التحرير المباركه. واندلاع ثوره التحرير المباركه تفرض علينا الكثير من الواجبات اتجاه هذه الفئه الخاصه من المجتمع. الوقت نتاعنا احنا ما كانتش الشباب الكل وشابات مثقفين، كانت يعني الثقافة قليلة هذاك الوقت، ومش الشعب الكل كان يقدر يقرأ ويتعلم. أما اليوم انتم عندكم فرصة الاستقلال، هذه الثورة جابت الاستقلال، والاستقلال جاب العلم بخور من العلم. نتمنى هذا الشباب اللي قرأ وتعلم مش يقرأ غير في الورق، يلزم ما يكونش العلم غير في الكراس، يطلع للراس ايضا، والراس هذا يلزم يخدموا الانسان للمستقبل تاع الجزائر. احنا الحمد لله طلعنا كشباب باش نحرروا الوطن ولا نموتوا. الحمد لله ربي اعطانا القوه والايمان، تمينا المهمه ووفينا العهد، ولا شكر على واجب. ونتمنى ان شاء الله الشباب كلهم تاع المستقبل ان شاء الله يكونوا أخير خلف لخير السلف.